بسم الله الرحمن الرحيم. المشكل اللي عندنا وحنا نزلاء من الجمعية الخيرية سابقا، المشكل عندنا هو إدماج في السكن وإدماج في العمل. هذه مدة دابا 4 سنين هما كيتماطلوا عنا، وفيما كنجيو نطالبوا بحقوق ديالنا والو ما كيعطيوناش وقت، وكيصيفطوناش شي نزلاء سابقين مشاو للحبس بزاف الحويج. وحد الان دابا درنا واحد الخطوه وعطاونا واحد الجواب بان العامين نهار 2 غادي يستقبلنا وغادي يعطينا راي، وحنا كنتسناو حتى الناس هادو المطالب ديالنا مده 4 سنين هما ما كيتمسكوش لنا المطالب ديالنا مده 4 سنين. 4 سنين هما كيجي عندك كاتب العام وعندك مسؤول الشؤون الداخليه باقي هاد الساعه يلا عطاونا حوما جواب، وحنا باقيين حد الان وباقيين بحال كاين واحد الثغرات فهمت بايركبونا. شوف اش بايركبونا سيدي. السلام عليكم. احنا نزلاء ديال الخيريه ديال عين الشوق اللي هي تهدمات في 2016، ومن بعد الهدم دمجونا الناس المسؤولين دمجونا في برنامج اجتماعي اللي هو منازل الاهل للسقوط، ولكن كراو لينا على اساس ان العامل السيد العامل قال لنا بان هذه مؤقته، سكنه مؤقته باش نبقاو سايرين المساطير غادا بشويه، ما يمكنش ندمجوا كل شيء بدقه. من بعد 4 سنين الناس المسؤولين جاوا دابا صدمونا، قالوا لنا بان راه ما كاين حتى حاجه وكل شيء ما بقى حتى حاجه، ما بقات الاستفاده لا والو. داك الشيء علاش حنا حاولنا انتحار دابا، وما حيت العماله ديال سيدي معروف سدوا في جيبه فوجنا جميع البيبان. داكشي علاش توجهنا هنايا محاولين انتحار، حيت ما بقى عندنا ما نخسروا، ودرنا جميع المساطير وجميع الطلبات اللي قدمناهم للعماله ما كانوا كيتصرفوا، وحتى الدخول للمؤسسه عموميه ولينا حنا ممنوعين منها. واش حنا ماشي مواطنين؟ واش حنا ما عرفتش شكون هذا المسؤول هذا اللي فكر في هذه الخطوه هذه اللي هي ضد جميع القوانين الدوليه كامله؟ ما كاينش شي دولة أنها تمنعك كأنك مواطن وتدخل المؤسسة عمومية، ما يمكنش تمنع، وحنا دابا تمنعنا. داكشي علاش فكرنا حنا أننا نجي نديرو محاولة انتحار بعد ما بقى لنا والو. الانتحار واش مخصوص زعما أنكم زعما تغامروا بحياتكم زعما وتتوتروا يعني؟ انطلاقا من نفسي انا والله هذه اللحظه هذه والله ما كنت باغي نحيد، انا نحف لك بالله. علاش؟ حيت لجميع الابواب كنقول لك انا فهمتيني، جميع الابواب تسدوا في وجهنا. داكشي علاش حاولنا فهمتيني نديرو انتحار، فهمتيني اللي كان هو السبيل الوحيد. وابار هاد عملات سيدي معروف كاين داك السيد الكاتب العام اللي هو سميتو سقلي بشعيب، والشاف ديارج اللي هو الشاف ديال الداخليه هنا في عماله، سدوا علينا جميع البيبان وقالوا لنا سيروا ضربوا رؤوسكم مع الحيط وديروا اللي بغيتوا. داكشي علاش حنا توجهنا لهذا العام لهذ القنطره هذه وحاولنا ننتحر بعد ما تسدوا عنا جميع الابواب. لحد الان وعدونا المسؤولين اخذ الوعود فهمتيني كتكون شويه ناقصه فهمتيني، حيت الاداري فهمتيني داكشي اللي غيوعدك به واحد السيد اللي واقف حداك ماشي هو اللي غادي يوعدك به واحد السيد اللي مريح في البيرو مكليمي فهمتيني. داكشي علاش حنا غير سمعنا للسلطات ووعدونا باننا زعما راه السيد العام غيريح معنا، وحنا ثقنا فيهم فهمتيني، وطاو مرجين ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.